Hallelujah.
بشريه
المستوى إلى الأرض تعود، حيث نحن البشر ذاهبون جميعنا متخذين مرثاة تسبح هللويا هللويا هللويا. في ملكوتك كنا يا رب، متى أتيت في ملكوتك؟ طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة فإنهم يعزون. طوبى للمتواضعين من الهموم والتعب
ولكن أجمل ما فيها هو أنت، حضورك، أمومتك، بسمتك، محبتك للناس، هذا الهدوء، هذا الشر الداهم الذي يدهمنا في حياتنا، فإنه شر يسير معنا، إن كان في الوباء الذي نحن في صدده، وإن كان في الحروب التي تهدد استقرار السلام في العالم، وإن كان من تهديد الهزات الأرضية التي دائما ينبئون نبوءات سيئة حول أضرارها، وكلنا نعيش المخاطر، ولكن الإنسان المؤمن هو الذي يتلمس الطريق الصحيح بثبات في خضم المخاطر والمرض، فيتغلب على كل شيء بقوة إرادته وقوة إيمانه وقوة حضوره. وكم هذا الحضور غزير عندما تكون هذه الامرأة أما بكامل الأمومة. وهذا الشهر أيها الأحباء هو شهر المرأة، بين يوم المرأة الذي صادف في التابع مضار، وبين يوم الأم الذي سوف يصادف الاثنين القادم. والأم هي رمز، هو مصطلح إلهي، حتى أننا نستعمل مصطلح الرحمة والحنان لله، وهما مصطلحان أنثويان للأم، لكي نعبر عن مدى عاطفة ومحبة الله للبشر. فكم بالحري الأم التي من رحمها تخرج الرحمة لوليدها، ومن ثديها تحن عليه لتخرج الحنان وترضعه إياه. وكم نريد أن نقول في الألم وفي الاهتمام وفي القلق، كم تسهر، كم هي مهتمة، كم بالها مع ابنها حتى يصبح شابا وتسير معه. الأمومة ليست مصطلح، الأمومة مسيرة حياة تفضي بالإنسان إلى ولادة جديدة، مثلما تحمل في المشقة وتلد في المشقة، فإنها تأتي من الألم حياة جديدة تفرحها. وهذا الشهر يتماهى مع الأحد القادم، أحد رفع الصليب الكريم في وسط الصوت. الأمومة صليب، صليب فرح وصليب أمل، صليب المحطة التي يتحول بها الإنسان من ألمه إلى فرحه. وعندما تحمل هذه المرأة رسالتها في هذه الأمومة، فإنها تحمل الصليب المقدس الذي جلب من ألم السيد المسيح وموته قيامة، وفي ألمها أعطتنا حياة جديدة. إنها مريم العذراء التي وقفت جنب الصليب. وقفت يا سهاد بصمتك، كصمتك أنت الصامتة التي تحملت كل شيء وسرت هذه المسيرة بألم وبقوة، ولم يعطك في هذا الألم سوى قوة المحبة التي أفضتها للأولاد الصغار الذين استقبلتهم في صباحيات أيام المدرسة، وهم يفرحون ويمرحون لكي يصلوا إليك وتفرحي معهم، لعائلتك، لجميع العاملين معك، لجميع الذين عرفوك في هذا الصمت المدوي بالفرح والحضور والمحبة. عندما وقفت الوقفة الأولى في هذا اليوم أمام نعشك وتأملت هذه الناس، تأملت بهم الاحترام، وقفة الاحترام. كلنا اليوم نودعك باحترام كبير، لأنك احترمت أخلاقك ومنبتك وعائلتك وتربيتك، واحترمت كل واحد اقترب وعرفك، ونحن اليوم نودعك باحترام وحصرة ومحبة وأمل في حياة جديدة. في مسيرة هذا الصوم نؤمن بأننا سنقوم مع السيد المسيح، وكلنا في أمل القيامة. وأنت فقط
اليوم التسميري لتصعدي إلى عليا السماء وترمقي عائلتك ومحبيك الأعلى وتعزيهم كما تعزى مريم العذراء بقيامة السيد المسيح. نعم، بنظرة واحدة كنت في عزاء لأبنائك وبنتك وعائلتك، واليوم ترمقين من السماء هذا العزاء الكبير لتعطيه إليهم وهم يسيرون في قوة الإيمان الذي سرت به لكي يبتهجوا قيامة السيد المسيح وينظروا قيامتك معه كما آمنت دائما. إننا بهذا الإيمان أريد أن أختم كلمتي بتعزية صادقة لهذه العائلة المتواضعة الكبيرة، لهذه العائلة المحبة المتماسكة، لهذه العائلة التي ربيت أولادها أيضا تفير جريس وحلب، وقد عرفتهم في قمة الاحترام وقمة الحضور وقمة الإنسانية. وهذا كان يكفي لأعرف ماذا ربيتي وعلم وماذا تلمذت. إننا اليوم بوقفة الاحترام هذه يشيرك بقلوب منكسرة، وإننا نرى أنه مبكرا ولكن حسابات الله غير حسابات البشر، إلا أننا نتعزى أنك كنت، ونتعزى أنهم موجودون، نتعزى أنهم سوف يسيرون هذه المسيرة المقدسة في تربية صادقة محبة معطاء التي خلفتها لهم. إنني اليوم يجدر بي أن أحترم هذه العائلة على وقفتها معك في كافة الخطوات التي قمت بها، وكانت قاسية، كانت مؤلمة، طويلة، لكن طول هذه المدة كانوا يستفيدون من محبتهم ليعيدوا لك ما أعطيته. إني أتعزى اليوم بكلام الكنيسة: افرحوا، فإن الفرح جدير بالقيامة، وإن الفرح جدير بالمؤمن، وإن الفرح يليق بالحياة، ونحن أبناء الحياة، والموت هو مرحلة ينتقل فيها الإنسان بألم. ولا يسعني إلا في هذه اللحظات الوداعية إلا أن أحترم وأن أصلي وأن أشارك وأن أنقل التعازي باسمي وباسم سيادة المطران يوسف منتا إخوة الكهنة، وباسم جميع الحضور، باسم مدرسة معنى، باسم جميع من أمثلهم، أنقل التعزية لهذه العائلة، عائلة أبو توفيق أبو الياس وزياد وجميع الأقارب والأصدقاء والخال وجميع المحبين وجميع آل متى وجوزيف وجميع عائلة معنى، لأننا عائلة واحدة في هذا الرحيل الممتن. رجينا الله أن يعزي قلبكم بقوة الصليب وبحنان شهر الأمومة ومريم العذراء. عندما تغيب الأم تصبح مريم العذراء أم البيت التي تعزي وتعطي. باسمهم جميعا أتقدم لكم بالعزاء الطيب وبالكلمات الطيبة المعزية، وباسمكم باسم هذه العائلة أشكر كل من حضر وكل من قام بالواجب وكل من شارك بوجدانية في هذا الوداع المهيب، سائلين السيد المسيح أن يمن علينا أياما جميلة ويعطينا قوة في المسير لنسير نحو قيامة ننتصر فيها على كل ألم وشر وموت. عسى الله يجمعنا بالفصح الجديد، فصحا منيرا مقدسا ومقدسا. رحمه الله ومدكم جميعا بالعمر المديد. الله يرحمه ويخليه. يرحم
يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. يا ليسك نطلب أيضا الراحة لنفس آمة الله سهاد الرافضة وغفران جميع خطاياها الاختيارية وغير الاختيارية. حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد، وبما انك الاله الصالح والمحب للبشر اغفر لها كل خطيئه فعلتها بالقول او بالفعل او بالفكر. لانه ليس من انسان ان يحيا ولا يخطا، بل انت وحدك منزه عن الخطيئه وعدلك للابد وقولك حق، لانك انت القيامه والحياه والروح ولامتك سواد الرافده يمسح الى هنا. واليك نرفع المجد ولابك الازل وروحك القدوس الصالح والمحيان وكل اوان والى دهر الداهرين. لاجلك ايها المسيح الرجاء بالمجد لك يرحمنا المسيح الامن الحقيقي الذي يسود الاحياء والاموات ويخلصنا بشفاعه امه الكامل الطهاره والقدسين المجيدين الرسل الجديرين بكل مديح وابائنا الابرار لابسين الله وجميع القدسين وليرتب نفس أمته سهاد المنتقل عنا في مساكن الصديقين آمين ويرحى في أحضان إبراهيم آمين ويحسها مع الصديقين بمنه صالح ومحب للبشر. فليكن ذكرها الأخذ بالخاطر أيام الجمعة والسبت والأحد في بيت الفقيدة من الساعة 6:00 بعد الظهر وحتى 9:00 مساء، إطباق 3 و 9 يوم الأحد القادم خلال القداس الإلهي صباحا 9:30. الله يرحمها ويخلي الموجودين. دكتور عمر إلكو الله يرحمه ويخليه. الله يرحمه.
آمين. Thank you.
انزل انزل.